مشاهدينا طبعا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا اعمال التطوير اللي تمت في ميناء العريش، عايزين نروح بقى لتقرير غايه في الاهميه. هنتكلم مع حضراتكم عن بحيره البردويل. الحقيقه ان بحيره البردويل فيها اعمال تطوير منذ ان كلف الرئيس طبعا بتطوير هذه البحيره والاهتمام بها، كان في اعمال كثيره جدا تمت في بحيره البردويل، لان هي الحقيقه من البحيرات المصدر للاسماك ذات جوده عاليه، ومش فقط لشمال سيناء زي ما بنتكلم، ده لجمهوريه مصر كلها. انواع فاخره من الاسماك بتخرج من هذه البحيره، لانه الحمد لله ما فيهاش لا صرف زراعي ولا صرف صحي ولا صرف صناعي، فبالتالي الاسماك اللي بتخرج من هذه البحيره، واحنا شفنا وتابعنا كلنا طبعا بداية موسم الصيد في البردويل وفرحة الصيادين اللي كانوا موجودين في البردويل بخروج السمك طبعا الموجود من هذه البحيرة. شفنا فرحة الناس، ودلوقتي هنشوف تقرير عن هذه البحيرة وعن الدعم كمان المقدم للصيادين اللي موجودين وبيعملوا في بحيرة البردويل. بحيرة البردويل البحيرة الأهم في شمال سيناء. الحقيقة ان البحيرة دي بتيجي كل سنة بتقف بعض الشهور عشان نرجع نساعد التنوع البيولوجي ان يرجع تاني، عن طريق ان احنا نرجع التوازن البيئي للبحيرة. طبعا التوازن البيئي ده بياخد عدة شهور عشان يبقى فيه تنوع في الاسماك وجودة في الاسماك. جينا النهاردة شاهدنا افتتاح بحيرة البردويل وانطلاق الصيادين عشان اللي بيسعوا لرزقهم رزقنا والرزق على الله. اتحركوا بالفعل الصيادين وخدنا ارائهم وشفنا كمان ايه فايدة التوقف ده بالنسبة لهم، هل فعلا بيعود عليهم بفايدة ولا لا؟ تعالوا نشوف ونتابع مع بعض الصيادين وارائهم في بحيرة البردويل اثناء التوقف واثناء الانطلاق. كتف في كتف وإيد في إيد انطلقت مراكب الصيادين في أعماق بحيرة البردويل بترمي شباكها وتسعى رزقها بعد توقف دام لأربع شهور. أربع شهور متواصلة، والهدف من ده استعادة نظام بيئي متزن يساعد على التنوع في محصول الإنتاج السمكي. احنا كجهاز حماية البحيرات في تطوير داخل بحيرة البردويل، تطوير بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. التطوير ده بيشمل تطوير البواغيز اللي هو وسيلة اتصال البحر بالبحيرة. بنبتدي بالقنوات الشعاعية داخل البحيرة، في قنوات شعاعية رئيسية، قنوات بتصل حتى المراسي بالكامل. الغرض من التطوير دوت اللي هو تحسين بيئة بحيرة البردويل وتقليل نسبة الملوحة وزيادة المخزون السمكي داخل البحيرة. التطوير ده كله على قدم وساق والتنسيق مع قناة السويس ومع الشركة الوطنية. احنا طبعا بنوجه تحية شكر وتقدير الى الوزارات المعنية اللي مشاركة معانا في تطوير بحيرة البردويل وتطوير الصياد، مش تطوير البحيرة بس، تطوير البحيرة وتطوير الصياد. تطوير الصياد تلبية مطالبه الملحة اللي هو بيحتاجها، وعلى وجه الخصوص التأمينات الاجتماعية. أنا بتمنى لإخواننا كلهم أن يكون موسم صيد إن شاء الله مبارك عليهم، وإن شاء الله إحنا في تطوير على طول. الحاجة الرئيسية اللي إحنا مركزين عليها البواغيز، لأن وجود البغاز مطهر من الرمال بيسمح بالأمهات بأنها تخش البحيرة وتلقي البيض بتاعها وترجع مرة تانية. بدأ موسم الصيد إن شاء الله، وإن شاء الله وين ربنا يكرمنا ويرزقنا بأمر الله. والنهاردة لسه أول فتحة البحيرة، الوقف طبعا من 30/12 بنوقف لغاية 1/5 أو 25/4. طبعا بنوقف 4 شهور 5 شهور، طبعا بتجمع السمكة بتكسر الكثافة بتاعتها والزريعة بتكتر وبتجمع وبتكبر مع بعضها. فاحنا بنجيلها دلوقتي ده 1/5 نصطادها، بتكون هي طبعا كبرت وتفاعلت وتمام التمام 10/10 بأمر الله. طبعا أسعار السمك بتختلف حسب الانتاج بتاع البحيرة، يعني الانتاج زاد السعر بينزل، الانتاج أقل السعر بيرتفع. احنا فتحت في 1/5، السمك أغلبيته بينزل من البحر من 15/5 وانت طالع، بياخد معاك من 5 من 6 7 8 9 10 لغايه شهر 10، ده بيبقى في الانتاج كتير ان شاء الله. يعني والله انواع السمك كله خير، يعني السمك جمبري وبوري ودنيس، وان شاء الله ربنا يكرم كده ونشوف الخير ان شاء الله احنا وجميع الناس كلها ان شاء الله. وصل طول البحيره ل 92 كيلومتر،
وعمق 6 أمتار، وبتحتوي على أسماك من أفضل الأنواع وأشهرها زي الدنيس والأروس وموسى والجمبري والكابوريا.